السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. يوم غادي نشوفوا الصفحة 176 من كتاب باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا اليوم ايفالواسيون اي كونسوليداسيون، يعني تقويم ودعم كونجوغيزون. احنا في الوحدة السادسة، الأسبوع الأول منها. تعرف الوحدة السادسة كاملة امتحانات تجريبية استعدادا للامتحان الموحد. السؤال الأول يقول جو كونجوغ، أصرف لي فيرب الأفعال اونتر بارونتيز، اللي بين قوسين، أو باسي كومبوزي، في الماضي المركب. كتعرفوا بأن الماضي المركب كيتكون من لوكسيليار إما إتر ولا أفوار مع لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي خصنا نصرفو. إل مع أري، كتعرفوا بأن أري كيتكونجوغا مع لوكسيليار إتر. إذن ils sont هذا الاوكسيليار ils sont طالي، وكتعرفوا بان الافعال اللي كيتكونجيغاو مع الاوكسيليار اتر كيتاكوردا. اذا غنديروا اس ديال الجمع. ils sont طالي à l'aéroport، هم ذهبوا الى المطار. واضح. هنا عندنا tu m'as être chez tes grands-parents pendant les vacances. اذا شنو نقولوا؟ Tu as été. Tu as été. Alors, le verbe être conjugué au passé composé. Tu as été. Nta kunti. عند جدك وجداتك. Chez tes grands-parents. حناك وجدك. Pendant les vacances. خلال العطلة. Il m'a choisi un bel endroit pour camper. يعني مكان جيد للتخييم. ان بيل اندروا هو اندروا راه ماسكولين ماشي فيمينا. اذا هاد بيل هادي راه الاصل ديالها بو اندروا، ولكن ما كيتلاقاوش دو فويال، اذا كنردوها بيل باش تسهل علينا النطق. نقولوا ان بيل اندروا بور كومبي، يعني مكان جيد للتخييم. اذا شنو نقولوا؟ il a choisi. il a donc c'est dire avoir choisi. Voilà le participe passé du verbe choisir. Il a choisi un bel endroit pour camper. Un jour même mot à dire. Il y a la phrase D. Donc, le va perdre. Il va perdre son billet. Son billet de voyage. Il a perdu. Adara. Il a perdu son billet. Adara dictait qu'il est dit. Nael hunna. يعني النساء هن. Le verbe se promener. Qui est toujours là, mais qui est là, qui est une zone. Au bord de la rivière. يعني على ضفاف النهر. إذا شنو نقولوا؟ Elle. ولا هنا ركزوا مزيان. C'est un verbe pronominal. Elles se sont promenées. Elles se sont promenées. Donc, il faut que tu combines là, les qui servent ma l'auxiliaire être qui est accorda. Et dans ce cas, accorda, ce n'est pas zédé. Zédé, e dire féminin. Ou zédé, et dans e de féminin, ou zédé s dire jamais. Anna, hunna, nisa. Elles se sont promenées au bord de la rivière. هذا هنا ركزوا معايا في هاد او هاد ازناها، لان الاوكسيديار تاكوردا لان كونجيغي مع الاوكسيديار اتر، وهنا هاد او وهاد اس زدناها لانه كونجيغي مع الاوكسيديار اتر، يعني او ديال المؤنث و اس ديال الجمع. وهنا كون كان عندنا المؤنث ثاني غنزيدوا له او، لكن هاد ايد يعني هم ما فيش المؤنث مذكر. هنا فو عندنا بروندر فو باجاج، انتم تاخذون امتعتكم. اذا شنو غنقولوا؟ فو شنو هي هادي؟ فو زافي بري فو باجاج، انتم اخذتم امتعتكم. واضح؟ نمر السؤال الموالي. السؤال الموالي هو السؤال رقم 2. لاحظوا معي جيدا. اذا السؤال الموالي
قال لك جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز ان امبارفي. قبيله كنا كنكونجوغ في باسي كومبوزي، دابا كنكونجوغ في الامبارفي. كتعرفوا لي تيرميزون ديال الامبارفي راه معروفين، اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي زد اي او ان تي. واضح؟ اذا نمشيو نصرفوا. قال لك ال هي تسقي النباتات كل يوم. اذا ال كتعرفوا ال كتكون معها اي تي، اذا ال اروزي ا او زي. دابا نزيدو لي تيرمينيزون. ال اروزي هي تسقي النباتات كل يوم. ثم عندنا نو وعندنا لو فيرب سو ريونير، نحن وعندنا اجتماع، نحن اجتمعنا كل سبت، كل سبت كون شاك سامدي كون نو لو فيرب اتر ثاني تصرفوا في الامبارفي اون كولوني دو فاكونس، يعني ملي كنكونوا في المخيم كولوني دو فاكونس هو المخيم كنجتمعوا كل سبت. اذا غنقولوا نو نو لان هذه سو كتولي نو نو نو. اذا هادو مع هادو نو نو جوج نو نو ريونيسون ريونيسون نو نو ريونيسيون عفوا ريونيسيون لان ريونيسون في البريزون نو نو ريونيسيون. ما تبالكمش هنا انا نعاودها من هنا اي او ان اس نو نو ريونيسيون. فوالا شاك سامدي كون نو جون نو زيتيون نو زيتيون اون كولوني دو فاكونس. فوالا لو فيرب ايمي مع ايل، وعندنا فيزيتي لي جاردان زولوجيك كون ايل ايتي انفون. Il كان يحب visiter les jardins كان كيبغي يزور حديقة الحيوان من كان صغير. علاش نقولوا il aimait non a été بحال arroser troisième personne singulier a été il aimait visiter les jardins zoologiques quand il était enfant. واضح؟ نمر هذه الفراز تي قال لك vous le verbe prendre des repas légers quand vous allez à la plage. Vous, non, prendre, je m'attends dit. Vous preniez, vous preniez un tardo, wajabat khafifa, des repas légers khafifa, quand vous, non, allez, je m'attends dit. Vous alliez à la plage. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les achats. Maintenant, le verbe partir, je n'en goulou. On voyage chaque vacances. En goulou, tu partais. Tu partais. A-I-S. Tu partais en voyage chaque vacances. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Nous avons les sous-elles. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Faites les sous-elles. قال لك جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. دابا غنصرفو في زمن الحاضر بريزون دو لانديكاتيف. قال لك لو موا بروشان الشهر الجاي لو موا بروشان جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. نورمالمون هادي خاصني نصرفها فاش في الفيتير لان الشهر الجاي نقول جو بارتيغي، ولكن هما طالبين منا بريزون دو لانديكاتيف. اذا نقول جو بار انا اذهب je pars en voyage انا اذهب في سفر. ثم عندنا قال لك سيزاب le verbe fleurir تزهر، هاد الاشجار تزهر في الربيع au printemps. اذا شنو نقولوا سيزاب فلوريس لانها جمع فلوريس وعند كتكمل او ان تي او ان تي ما كتنطقش كيما كتعرف. سيزاب فلوريس au printemps زيرو في الربيع. demain غدا نو allons à la campagne غدا نمشيو الى à la campagne الى الباديه. اذا شنو نقولوا demain nous allons تادير ستصرف في الفيتور ولكن مطلوب منا بريزون. demain nous allons à la campagne انا في الفيتور كنا نقولوا nous irons à la campagne. واضح؟ غدا سنذهب الى الباديه. هنا نو لو فيرب vouloir visiter la grotte d'Hercule هنا بغينا نزورو مغارة هرقل لا غوت ديركو. اذا شنو نقولوا نو فولون نو فولون
visiter la grotte d'Hercule. ثم il se réveille. Le verbe se réveiller, mais il شنو نقولوا؟ Il se réveille. نمصرف في بريزون كتكمل ب اف تيرميناسيون ديالها. هو يستيقظ بكري تو باكرا pour partir en vacances باش يمشي في عطله يعني يسافر يدوز العطله ديالو. نمر الآن للتمرين رقم 4 نشوفوا ما هو المطلوب في التمرين رقم 4. يليك جو ريكري أعيد كتابة هاد الجمل. جو ريكري لا فراز هاد الجمل نعاود الكتابة ديالهم. الجمل التالية لا فراز سويفونت اون كونجوغون لي فيرب او فيتور سامبل. دابا نصرفو في المستقبل فيتور سامبل المستقبل البسيط. إذا عندنا il arrose les fleurs هو يسقي الورود شنو نقولو؟ Il arrosera les fleurs. وسيسقي الورود. هنا nous avons planté des arbres. هنا زرعنا أشجارا. شتولي في الفيتور المستقبل شنو نقولو؟ Nous planterons des arbres. يعني نزرعو أشجارا. ثم عندنا هاد لافخاز سي لافخاز دي هما الأخرى. عندنا هنا قالك إل نيتواي سيت بلاج. هم ينظفون هذا الشاطئ. إذا شنو نقولو؟ Ils nettoieront. هم سينظفون هذا الشاطئ. Cette plage. ثم عندنا J'ai ramassé tous les déchets jetés sur le sable. أنا جمعت كاع الأزبال المرمية في الرمل. إذا شنو نقولو؟ Je ramasserai. Je ramasserai. ماذا؟ Tous les déchets. يعني كاع الأزبال جميع الأزبال. Jeter المرمية. Jeter. Sur le sable. وهكا كملنا الصفحة ديالنا 176 إلى اللقاء.